يسعد أوقاتكم متابعين قناة تنزيلات تركية، بتمنى تكونوا بألف خير وأنتم عم تحضروا عروض اليوم. اليوم رح أقدم لكم عروض ماركت كوبيراتيف. ماركت كوبيراتيف أو الجمعية التعاونية، هي الماركة مدعومة من قبل الرئيس أردوغان، في تخفيضات كتير حلوة وقوية تستمر لغاية 15 ديسمبر، من بيناتهم عروض على المواد الغذائية، المنظفات، الزيت عليه عرض، الدجاج عليه أكثر من عرض، سمنة فيتا. تابعوا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ ما تنسوا دعمنا باللايك الحلو للفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد. منقول بسم الله. نبدأ مباشرة بالعرض الأول. عدس أحمر للشوربة 1 كيلو ب 21 ليرة. ملح 750 جرام ب 3 ليرات وربع. عرض على الزيت من ماركة تي ام او 5 لتر ب 135 ليرة. بتمنى الصبايا اللي جنبهم ماركت كوبيراتيف يكتبوا لنا رأيهم بالمنتجات، إذا مجربينا اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. وللصبايا اللي سألوا إنه وين هاي الماركت بتصير، ابحثوا على خرائط جوجل، اكتبوا ماركت كوبيراتيف بيعطيكم أقرب موقع لكم. هي منتشرة كتير بتركيا بس مو بانتشار ماركت البيم واليوز بير والشوك، فبدكم تبحثوا على خرائط جوجل. رز عثماني كيليان ونص ب 65 ليرة و90 قرش. راس لاجة لايت الأطباق 33 قطعة بسعر 46 ليرة. هلا هون عنا عرضين، محارم معطرة للأطفال فيها 90 محرمة ب10 ليرات، وفي محارم معطرة للجيب 3 محارم 3 علب، العلبة الواحدة فيها 15 محرمة، الثلاثة بخمسة ونص فقط. كمان هون عنا عرضين، محارم رولات للتواليت 16 رول ب75، محارم رولات للمطبخ 12 رول بسعر 87 ليرة. كياس للقمامة في أورتا بوي وفي بيوك بوي 15 قطعة 15 كيس ب16 ليرة. عرض كتير حلو على دواء غسيل لغسالات الأوتوماتيك من ماركة بيروس، هي الماركة كتير حلوة صراحة وسعرها ماله غالي. اللون الزهر للملابس الملونة، اللون الأزرق للملابس البيضة، 7 كيلو ب104 ليرات فقط. علبة صابون سائل في رائحة اللافندر، نسيم البحر وجوز الهند، 4 لتر ب40 ليرة. كمان هون عنا عرضين على شاي ظروف فيه 48 ظرف ب17 ونص، وفي شاي بيجي 3 كيلو ب189 ليرة و90 قرش. كمان هون عرض على شاي ظروف بيجي فيه 20 ظرف ب10 ليرات. أنواع شاي كمان ظروف بيجي 20 ظرف ب11 ليرة ونص، في الشاي أخضر، في البابونج، وفي كمان الليمون والنعناع. قهوة تركية 250 جرام ب39 ليرة. عرض على فرصة عبوتين طحينة مع دبس العنب، الطحينة 470 جرام، دبس العنب 600 جرام، العبوتين بسعر 65 ليرة. هدول المنتجين بتخلطوا كمية متساوية من الطحينة مع دبس العنب، بتخلطوهم مع بعض كتير كتير طيبين، جربوهم واعطوني رأيكم بالتعليقات. في هون زبدة البندق 500 جرام ب40 ليرة. في هون زبادي بالقشطة 1750 جرام ب38 ونص، زبدة بالنسبة لوزنها 700 جرام ب90 ليرة. من ماركة توركو في هون جبنة توست بينار كاملة الدسم 600 جرام ب78 ليرة. عرض على الدجاج، هلأ ليكو صبايا عنا عرضين، عنا عرض على صدور الدجاج الكيلو الواحد رح يكون ب73، العرض اللي جنبه هو دبابيس الدجاج الكيلو الواحد رح يكون ب41 ليرة. كمان هون عنا عرض على الدجاج، الكيلو الدجاج بالكيس الكامل بالفروجة الكاملة رح يكون ب32 ليرة، أما العرض اللي جنبه هو كيلو دجاج كمان بسعر 44 ليرة بيجي صفات. عرض على السجق، في نوع 250 جرام ب27 وفي نوع تاني 200 جرام ب20 ليرة. كمان هون سجق بقري الكيلو رح يكون ب150 وفي النوع التاني هو 180 جرام ب28 ليرة. ايضا هون في عرض على سجق بقري الكيلو الواحد رح يكون ب190 ليرة. كمان هون سجق بقري 250 جرام ب27 ونص. سمنة فيتا 2 لتر ب100 ليرة. هون في عنا عرضين على كب كيك قطعة صغيرة 180 جرام ب14 بنكهة الشوكولا، وفي بنكهة التوت 171 جرام ب14 ليرة.
أنواع مشروبات غازية بنكهات مختلفة، 6 أنانيب بسعر 23 ليرة. بسكويت غوفريت في نكهة الفانيليا أو الكاكاو، 200 جرام ب8 ليرات. هلأ هون عنا قطع في عليها تخفيض منيح، رح نبلش بأول عرض، هو جبنة قابلة للدهن 200 جرام بسعر 20 ليرة بدل 25. العرض اللي بعده هو زبدة 225 جرام بسعر 32.5، سعره قبل الخصم 36. كمان هون عنا جبنة بيضة للفطور 870 جرام بسعر 60 ليرة، سعره قبل الخصم 65. أيضا في هون عنا مربى المشمش 800 جرام ب40 ليرة، سعره قبل الخصم 46. عنا هون أنواع مجمدات الفاصولية 450 جرام ب38 ليرة. كمان هون عنا مربى التين 380 جرام ب20، بازاليا مجمدة 450 جرام ب32. أنواع خضروات مشكلة مجمدة، بطاطا، بازاليا وجزر 450 جرام ب15، ذرة مجمد 450 جرام ب31.5، سبانخ 450 جرام ب24 ليرة. هون عنا 3 أنواع للجبنة، جبنة ديل، في صبية سألت بتصير للبيتزا؟ ما يفضل تنحط للبيتزا لأن ما فيها ملوحة، والبيتزا طيابة الجبنة فيها تكون فيها ملوحة، هي بتصير للحلويات النابلسية والكنافة. في جبنة الأورجو وفي جبنة التيل، هي جبنة الشعر، 250 جرام ب30 ليرة للعلبة. آخر منتج هو حليب، في 200 ميلي، هذا الحليب صبايا في منه نكهات وفي سادة، طعم يالو سادة 200 ميلي، في بالشيلك بالفريز 180 ميلي، في بالكاكاو والموز كمان 180 ميلي، أي علبة ب4 ليرات بدل 4 ليرات و65 قرش. لهون أصدقائي عروض ماركت كوبيراتيف بتكون خلصت، العروض بذكر مستمر لغاية 15 ديسمبر. شكرا كتير على المتابعة الحلوة، اكتبوا لنا تحت بالتعليقات مين في جنبه ماركت كوبيراتيف قريبة عليا، اكتبوا تحت بالتعليقات، شاركونا تجاربكم تحت. هلا بدي اودعكم، بترككم بامان الله.